وصل للطيف البيقونية ها؟ لا قرأنا أبدأ بالحمد مصليا على النبي على محمد خير نبي أرسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة الموصول بيقونية قد ذكرنا في الدرس السابق أولا أن مؤلفها رحمه الله تعالى ممن لا يعرف له اسم ولا نسب، وإنما اشتهر بأنه البيقوني، وذكر ذلك في هذه المنظومة. وقد ذكرنا أن العلماء قد ذكروا له أسماء، فمنهم من سماه طه، ومنهم من سماه عمر، ومنهم من سماه محمد، وكل أولئك على الاستراحة، كل مال إلى ما يستروح له وما يراه هو الحق. فإن قلنا أنه طه محمد بن الفتوح البيقوني، أو طه بن أو عمر بن محمد بن الفتوح البيقوني أو غير ذلك، الذي يعنينا هنا أن مؤلفه هو البيقوني رحمه الله تعالى. وذكرنا أن هذه الرسالة ألفت ليبين فيها مؤلفها رحمه الله تعالى مباحث تتعلق بمصطلح الحديث. ومصطلح الحديث هو مصطلح يتعلق بمباحث هذا الفن. وعلم المصطلح هو علم من علوم الوسائل وليس من علوم الغايات، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم غاية وعلم وسيلة. فعلم الغاية هو معرفة نصوص الكتاب والسنة والتعبد لله عز وجل بهما. وأما علوم الوسائل أو علم أو ما يسمى بالوسائل التي توصل إلى فهم الكتاب والسنة، فإنها تسمى من الوسائل الموصلة إلى فهمهما. ومن ذلك المصطلح، ومن ذلك أيضا أصول الفقه، ومن ذلك أيضا النحو والبلاغة وما شابه ذلك. فهذه كلها من علوم الوسائل التي توصل إلى فهم الكتاب والسنة. وعلم المصطلح كان متناثرا في كتب للعلم، وما زال العلماء يذكرون أصوله ويذكرون مسائل ومباحثه في كتبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء من مباحثه في كلامه صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، فهو أحد مباحث هذا المصطلح. ومع ذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة البخاري لما استأذن له عليه رجل فقال بئس أخو العشيرة ائذن له، فهذا يدخل تحت باب الجرح، وذلك أن يجرح الراوي لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه تعالى في كتاب الرسالة بعض هذه المباحث، ذكر المرسل وذكر المدلس وذكر الشاذ وذكر بعض مباحث هذا الفن، وكذلك غير من العلماء، حتى أتى أبو محمد الرامهرمزي رحمه الله تعالى فألف كتاب المحدث الفاصل في هذا الفن، وجمع أبو فصولا وأبوابا تتعلق بمباحث الفن، لكنه لم يستوعبها رحمه الله تعالى. ثم أتى بعد ذلك الحاكم فألف كذلك كتابا في هذا الفن، ثم أتى بعد ذلك القاضي عياض وألف كتابا، ثم أتى ابن الصلاح تعالى فألف كتاب مقدمة في وذكر في ذلك 64 نوعا في من مباحث هذا الفن. ثم جاء العراقي رحمه الله تعالى ونظم هذه المقدمة في 1000 بيت رحمه الله تعالى. وما زال علم يتتبعون يذكرون مسائل ومباحث هذا الفن، منهم من يذكر على وجه الاختصار، ومنهم يذكر على وجه الإطالة، ومنهم يذكرها مفصلة، ومنها من يذكرها مجموعة. فكتب هذا الفن كثيرة جدا، وتوسع العلم في كتابة هذا الفن لعظيم منزلته وعلو مكانته، لأنه لا يمكن أن نعرف صحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة هذه القواعد. فلا يمكن نعرف حقيقة يعني شأن هذا العلم وعلو منزلته إلا بمعرفة شأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن شريعتنا قائمة على مصدرين: الكتاب والسنة، والمصدر الثالث هو الإجماع وداخل في كتاب السنة، وكذلك القياس، وهو أيضا مشتق من كلام الله وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذه المصادر الأربعة أعظمها كتاب الله عز وجل وهو كلامه، وبعد ذلك السنة. وذكرنا أن القرآن قد تكفل الله عز وجل بحفظ بقول إنا نحن نزلنا الذكر إن له لحافظون، فلا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرفا ولا أن ينقص منه حرفا، لأن الله قد حفظه سبحانه وتعالى. أما السنة
فقد يحصل فيها الخطأ ويحصل فيها الزيادة والنقصان ويحصل فيها الوهم من الراوي ويحصل فيها من يضع فيها أحاديث وينسبه النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا كما وضع الزنادقة وغيرهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتاج أهل العلم لضبط هذا العلم والمعرفة هذا الفن حتى يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها وحتى يعرف ما أضيف وسلم إلى ما أضيف إلى غيره. ولا يمكن لا يمكن لطالب علم أن يدرك هذا العلم ويعرف الصحيحة من أقوال وسلم من غيره إلا بمعرفة هذه القواعد وهذه المباحث. وهذه المباحث تتعلق بمسألة علم معرفة السنة الصحيحة من الضعيفة. ولأجل هذا ألف أهل العلم هذه المباحث وجمعوا في هذه القواعد وهذه الأصول. فعلى سبيل المثال مثلا ما روى ثابت بن موسى عن شريك بن ثابت موسى الرازي عن شريك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال وسلم إذا من كثر صلاة بالليل حسن وجهه في النهار. هذا الحديث لا يأتي السامع الحديث فيقول هذا الحديث متصل وقد روى ثابت موسى الرازي عن شريك عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر وهو حديث جيد. فشريك وإن كان سأحفظه لكنه قد يأتي الرجل فيقبل حديثه ويصححه إلا أن هذا الحديث قد حكم الحفاظ بأنه كذب وموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن ثابت بن موسى لضعفه لعدم حفظه وضبطه ولكثرة ولوهمه ظن أن هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول شريك بن عبد الله النخعي الذي هو القاضي فنسوا النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. فأتى الحفاظ والجهابذة الذين ميزوا أحاديث صلى الله عليه وسلم من صحيح من ضعيف وقالوا هذا مكذوب على وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث ولم يتكلم به. وإنما ذلك أن ثابت بن موسى دخل على شريك وهو يحدث وكان ثابت بن العباد والزهاد فلما دخل عليه وقد وصل إلى منتهى السند قال جاء بن عبد الله فلما رآه وقد رأى في وجهه الضياء والنور فمن شدة ضياء ونور وجهه لقيامه في الليل قال شريك بعدما إن أنهى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسنت صلاة من كان صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. ومراد شريك أن هذا القول قوله وأراد به حكمة يصل بها ثابت بن موسى فلما سمع موسى هذا القول ظنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فنسبه. فلا يمكن لطالب أن يعرف أن هذا مقلوب إلا من طريق النظر في كلام أهل العلم كذلك مسألة المرسل والمنقطع والمعضل كذلك ضعف الرواة والمتهمون من الكذبة وغيرهم لا يمكن أن نعرف ذلك إلا بمعرفة قواعد هذا الفن وأصوله. فعلم الحديث إذن هو قواعد وأصول يعرف بها حال الراوي وحال المروي. هذا علم الحديث. علم الحديث هو علم يتكلم عن قواعد وأصول يعرف بها حال الراوي وحال المروي. فحال الراوي من جهة ضبطه وعدالته وحال المروي من جهة سلامته من النكارة ومن الشذوذ ومن العلة. ولذلك يقسم العلم هذا الفن إلى العلم هذا إلى علمين: علم رواية وعلم دراية. فعلم الرواية يتعلق بنقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله تنقل كما هي وتحفظ وتنقل لنا فيسمى هذا علم الرواية. يتعلق هذا العلم برواية الأحاديث التي تنسب النبي صلى الله عليه وسلم فتحفظ أقواله وأفعاله وتنقل لنا. أما علم الدراية فهو علم يتعلق بمعرفة شروط الراوي وشروط الرواية وسلامة الراوي من الضعف ومعرفة حال الرواية ضعفا وتوثيقا. فيكون علم الدراية هو دراية حال هذا الحديث من جهة صحة وسلامته من الشذوذ والعلة والنكارة وسلامة من الانقطاع ومن الإرسال ومن التدليس وما شابه ذلك. هذا هو علم الدراية. ويلحق العلم في ذلك أيضا معرفة فقه الحديث هو دراية لهذا الحديث. هذا ما يتعلق أيضا بعلم الرواية والدراية. إذا عرفنا ذلك فلا بد أن نفهم أننا لا بد أن نحفظ قواعد أهل هذا الفن ومصطلحهم الذي اصطلحوا عليه. لأن المصطلح أصله المصطلح هو كلام يقوله كلام يتعلق أو كلام يتفق على العلماء في علم ما. هو الاصطلاح هو كلام يتفق على العلماء في علم ما. فاتفق العلماء أن المرسل مثلا هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اصطلاح بينهم أنه يطلق المرسل على ما نسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك من يتوسع في هذا الاصطلاح ويرى أن الإرسال وكل من قطع من إسناده راوي يسميه مرسلا. كذلك مثلا المعضل منهم من يجعل له اصطلاحا خاصا فيرى أن ما سقط في راوي التوالي يسميه معضلا. ومنهم من يقول من سقط راوي في كل طبق يسمى معضل. ومنهم من يقصر هذا على هذا المصطلح. إذن لا بد لطالب العلم أن يحفظ هذه القواعد وأن يضبط هذه الأصول حتى يكون على اطلاع وعلى بين بمصطلح أهل العلم. ولا يمكن لطالب العلم أن يفهم كلام المتقدمين إلا بفهم هذه القواعد. وأما من يقول أننا لا نحتاج إلى مثل هذه القواعد ولا نحتاج إلى ضبطها وأن علينا
علينا أن نقول كما قال المتقدمين في أحد النبي صلى الله عليه وسلم كالأئمة وغيرهم وأنه لا يحتاج إلى علم المتأخرين، نقول هذا غير صحيح، بل أن المتأخرين أخذوا علومهم من المتقدمين، وأما المتقدمون في حكم على تعليل الأحياء والتضعيف فذلك لم يكن اعتباطا ولم يكن وليد الصدفة أو ما شابه، وإنما كان عن مراس واطلاع وعن سعة حفظ ورواية ودراية في أحد النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يبلغ العبد مبلغهم حتى يكون مثلهم في الحفظ والرواية والدراية، وحتى يعطى هذه الملكة التي يستطيع معها أن يميز الصحيح من الضعيف. وعلم الفرق بين المتأخر والمتقدم في هذا الفن أنهم يشتركون في أصول وقواعد مشتركة في الحديث المرسل والمدلس والمنقطع والمعظم شابه ذلك، ثم بعد ذلك اختلف في بعض المسائل، مثل الحديث المدلس هل يقبل أو لا يقبل، الحديث الحسن الشاذ في وضبطه، بعض أنواع العلل يختلف فيها المتقدمين، لكن الصحيح أن المتقدمون يحكمون الأحاديث من جهة الصحة والضعف بالقراءة التي تحتف بكل حديث، فليس هناك قواعد مضطردة بين المتقدمين في كل حديث يمكن أن يضبطها طالب العلم، ولكن بل تكون قواعد مختلفة من حديث إلى حديث. إذن الذي يعنينا هنا أن على طالب العلم أن يحفظ مثل هذه المنظومات، وأن يسير على سير ثابت في طالب العلم، فيبدأ بها منذ حفظا ثم يرتقي به الحال فيحفظ النخبة، ثم يرتقي فيحفظ مثلا الألفية، وإن لم يصل الألفية أتى على تدريب الراوي قراءة وفهما فيكون قد أتى على جميع مباحث المصطلح. إذن هذه الرسالة تتعلق ببحث ببعض مباحث هذا العلم، وهو علم مصطلح الحديث، وهو علم وسيلة لفهم الكتاب فهم السنة ولمعرفة الصحيح منها والضعيف حتى يحتج بها المسلم ويتعبد الله عز وجل بهذا العلم. فلا يمكن العبد أن يتعبد بحديث إلا أن يكون ذلك الحديث الصحيح حتى يعمل به، لأن الحديث الضعيف ليس بحجة ولا يعمل به، ليس بحجة ولا يعمل به إلا فيما استثنوا بعض العلم في مسألة أحاديث الفضائل ولم يكن ضعفه شديد وله أصل من الكتاب والسنة، فإنه من أهل العلم من يجوز العمل به في هذه الحالة دون الاحتجاج وهذا مبحث آخر. إذن هذا الرسالة متعلقة بصحيح. فقال رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي نرسل. ذكرنا أنه بدأ بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث ما بدأ كتاب الحمد بالحمد لله رب العالمين، وأيضا لما روى الزهري عن علي بن حسين أنه قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر أو أجدم. وهذا الحديث الصحيح أنه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي متصلا من طريق الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث مرسل ولا يثبت وصله. وقلنا أن الحمد هو إضافة، الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات جماله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، والحمد والثناء المحمود لصفاته الجميل، والله مستحق للحمد استحقاقا ووصفا، فجميع المحامد له سبحانه وتعالى. قال مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة من العبد ومن الملائكة ومن الله عز وجل، لكل منها معنى، أما صلاة الله عز وجل فمعناها الثناء على الله سبحانه، الثناء من الله على عبده الذي صلى عليه، وقد ذكر أبو العلاء في البخاري أن الصلاة من الله هي الثناء، وأما من الملائكة فهي الدعاء، وكذلك من الخلق من العبيد هي الدعاء. فإذا قلت اللهم صل على محمد فأنت تدعو إلى محمد أن يثني الله عليه في ملائه الأعلى، وكذلك الملائكة صلاتهم هي أيضا دعاء لمن صلوا عليه. مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذكرنا أن محمد خير الأنبياء وخير الرسل وخير الخلق، وليس هناك أحد أكرم منه، وما جاء من أحد، ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أبي هريرة مثلما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه قال: لا تفضل إلى الأنبياء ولا تفضل على يونس متى. فهذا الحديث ليس معناه أنه ليس بأفضل من يونس وليس بأفضل من إبراهيم وموسى وعيسى، وإن معناه التفضيل الذي ينبني عليه التنقص من غيره، فأي تفضيل يترتب عليه التنقص من الآخر فإنه تفضيل لا يجوز من جهة تفضيل محمد، ولكنه لا يجوز من جهة تنقص الذي تنقصه. فمن يظن أن يونس عليه السلام لما عاتبه الله عز وجل لما ألقى نفسه في البحر والتقمه الحوت أن ذلك نقص منه، فيظن أن محمد أفضل ويتنقص يونس، نقول لا ينبغي لعبد يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونفسه قال لا تفضلوا بين الأنبياء، فهذا يدل على أن النهي عن التفاضل بين الأنبياء إذا ترتب عليه
تنقص للنبي الآخر. أما إذا أثبت فضله وأثبت مكانته ومنزلته عند الله جل ثم فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع رسل الأنبياء فهذا هو الصحيح. فنقول أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وأكملهم وأكرمهم عند الله عز وجل وأشرفهم، بل لم يخلق ربنا خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال خير نبي نصر، جمع هنا له بين الوصفين، بين النبوة والرسالة، وهذا دليل على وسلم جمع بين. فالنبي صلى الله عليه وسلم له النبوة في أول أمره ثم أرسل صلى الله عليه وسلم، فقد نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم. الفرق بين النبوة والرسالة يختلف فيها العلم، فمن العلم من يذكر أن الفرق بينهما أن النبي هو من يرسل بشرع، وأن النبي من يرسل بشرع موافقا للشرع الذي قبله، والرسول يأتي بشرع جديد. ومنهم من يرى أن النبي من أرسل إلى قوم موافقين، والرسول من أرسل قوم مخالفين. ومنهم من يرى أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي بشرع وأمر بتبليغه. هذا الأخير هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الرسول ومن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ عن الوجوب، وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. إلا أنه يشكل على هذا قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول نبي إلا إذا تمنى، فألقى الله في أمنيته، فهذا دليل على أن النبي أيضا يأمر ويدعو إلى طاعة الله جل. فالجواب الصحيح بين الفرق بين النبي والرسول أن نقول أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لكن ليس على الوجوب، أما الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه على الوجوب هذا هو الرسول. فالرسول جمع بين النبوة والرسالة، والنبوة من النبوة والمكان المرتفع العالي وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، والرسول من الرسالة وهو المرسل إلى الإنس والجن جميعا. وهذه من خصائص صلى الله عليه وسلم، فمن خصائص صلى الله عليه وسلم أنه أرسل الثقلين جميعا، ومن خصائصه أيضا أنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه أنه صاحب لواء الحمد والمقام المحمود وخطيب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال خير وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. قول وذي من أقسام الحديث عدة، قلنا أن الأصل الإشارة بذي أو بذي أن لا تكون إلا للأعيان، أما ما في الأذهان فلا يشار إليه بذي. وأجبنا على هذا أن قول وذي أنه محتمل أمرين. الأمر الأول أن قول وذي من أقسام الحديث أنها كانت موجودة ومنظومة، وأنه يشير إلى هذا النظم وقد وقع بين يديه، وذلك أن بعض أهل العلم يكتب المقدمة بعد فراغ وانتهائه من كتابه، كما يفعل بعض المصنفين، يكتب الكتاب كاملا فإذا فرغ منه كتب المقدمة بعد ذلك، وهذا حال كثير من المصنفين بكتب العلم. فيحمل أيضا أن البيقوني رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة أو نظم هذه الأبيات، فلما فرغ منها قدم بهذه المقدمة أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وأشار إلى المنظوم الذي يراه بين يديه، فقال وذي أو فذي من أقسام الحديث عدة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه أشار إلى ما في الذهن، إشارة ما في الأعيان، من باب تحقق وقوعه وسهولة وقوعه، فكأنه أيقن وقطع بأنه سينظم هذه الأبيات فأنزلها منزلة الواقع والعين المشاهد فأشار إليه بهذه الإشارة. وهذا كما قال تعالى أتى أمر الله، فإنه عبر عن الماضي بالإتيان لتحقق وقوعه، فهذا أيضا قد يقال أن البيقوني أشار إليها إشارة الأعيان لتحقق وقوعها وسهولة نظمها وسرعة كتابتها، فأشار إليها كما ومع أنها في الذهن كما أنها في الواقع. قال وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحدة وحدة، أي أن أقسام الحديث كثيرة، وقد أبلغها ابن الصلاح ما يقارب 64 نوعا، وبالغ بعضهم فبلغ بها 350 نوعا، وهنا ذكره ما يقارب 32 نوعا. فقال هذه المنظومة تتعلق بأقسام الحديث، فقال وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة. الحديث هو ضد القديم، وسمي الحديث حديثا لأنه يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو صفة خلقية أو خلقية أو تقريرا له يسمى حديث، فكل ما أضيف وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية فإنه يسمى حديث.
ومنهم من يخص الحديث بما أوضي وسلم ولا يدخل في ذلك الخبر والأثر، فبعضهم يقول أن الخبر هو ما خرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ويخص الحديث بما أضيف إليه، ومنهم من يتوسع في العبارة فيرى أن الخبر هو أوسع هذه العبارات فيدخل تحت الخبر الحديث والأثر ولا يدخل تحت الحديث الخبر والأثر. والصحيح أن الخبر والحديث مترادفان، فيسمى الخبر حديثا ويسمى الحديث خبرا، ومنهم من يرى بينهما عموم وخصوص ويقول كل حديث خبر وليس كل خبر حديث، ومنهم من يرى أن الخبر والأثر والحديث معناهما واحد، وبعض أهل خراسان يذهب إلى أن الأثر ما كان مضافا للصحابي والحديث ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترتب لها كبيرة خلاف ونزاع، فالذي يعني هنا أن الحديث هو ما أضيف وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية أو تقرير فيسمى هذا حديث، فكل ما أضيف من أقوال وأفعال فإنه يسمى حديث. قال: وذي من أقسام الحديث أي مما يضاف وسلم عدة، أي ما يضاف ويسمى حديث وينسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو عدة أقسام وأنواع، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو حسن كما سيأتي. قال: وكل واحد، أي أنني سأتي بكل نوع مما في هذه المنظومة، سأتي به وأتي معه بتعريفه وحده، فإن المراد بالحد هنا المراد بأي شيء، المراد به التعريف، فهو يقول سأتي بالحد، سأتي بالنوع ومعه حده، ولم يذكر المثال أو الخلاف الذي يقع في هذا الحديث، وإنما أراد اقتصر رحمه الله في نظمه على الحد على المثال النوع وعلى تعريفه، فذكر الحسن الصحيح وذكر تعريف الصحيح، ذكر الحسن وذكر تعريف الحسن، ذكر الضعيف وذكر تعريف الضعيف، ولم يذكر لذلك أمثلة لقلة هذه الأبيات ولعدم كثرتها حتى يأتي على جميعها. وكذلك لما أتى العراقي إلى هذه إلى المصطلح ألف فيه ألف بيت، يعني جمع في ألف بيت ذكر فيه الأنواع والأمثلة والخلاف والنزاع، لأنه أطال فيها النفس رحمه الله تعالى، فسميت الألفية. وذلك من حفظ الألفية فقد أتى على المصطلح كاملا واستوعبه كله بإذن الله عز وجل. قال: وكل واحد أتى وحده أن يأتي معه تعريفه، أولها الصحيح وهو ما اتصل، بدأ بالصحيح وهو أول أقسام الحديث. الحديث انقسم إلى ثلاثة أقسام عند جمهور المحدثين، هو الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف. ومن من أهل العلم من يقسم الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف، ويرى أن الحسن يدخل في حد الضعيف، لأن الحسن وقع في خلاف بين العلم، هل هو مما يدخل في مصطلح الصحيح أو هو مما يدخل في مصطلح الضعيف. والصحيح أن الحسن يدور بين هاتين، فإن ارتقى إلى الصحة يسمى صحيحا، وإن نزل فيسمى ضعيفا. ومع ذلك نقول أن العلماء حكموا على بعض الأحاديث بأنها حسان، فقد جاء أحمد أن قال حديث حسان، وجاء البخاري، وجاء إبراهيم النخعي، وجاء شعبة أنهم سموا أحد حسان، لكن يختلف اصطلاحهم في هذه التسمية، فإنهم يرى الحسان الغرائب، ومنهم يرى الحسان المنكرة، ومنهم يرى الحسان ما فيه ضعف يسير، ومنهم يرى الحسان ما هو مقبول ويحتج به. فالذي يعني هنا أنه بدأ بأول نوع من أنواع الحديث وهو الحديث الصحيح. قال: وأولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ ولم يعل، أي أن أو يعل، هذا هو تعريف الصحيح. قال: هو ما اتصل إسناده، اتصل إسناده ولم يشذ ولم يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن هذا وتعريف الحديث الصحيح ما توفر فيه خمس شروط: اتصال السند وضبط الراوي وعدالته والسلامة من الشذوذ والعلة، فيسمى هذا صحيح عند جمهور المحدثين. إذا كان الحديث راويه عدلا وإسناده متصلا، راويه عدلا وهو ضابط وإسناده متصل ولم يشذ ولم يعل، فإنه يسمى حديث صحيح عند جمهور المحدثين. ويمكن أن نقول لذلك الشروط باختصار، فنقول الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح عدالة الراوي، ومعنى العدالة هي ملكة تحمل الراوي على ترك ما يحرم، ملكة تحمل الراوي على اجتناب ما حرمه الله ورسوله وعلى ما يخل بامرؤته، ملكة تحمل صاحبها على لزوم التقوى وترك ما حرم الله ورسوله وترك ما يخل بامرؤته، يسمى بذلك عدلا. فإن كان هناك ما يقدح في عدالته، والقوادح في العدالة كالفسق وك
البدعة وكالجهالة، الفسق قادح والجهالة قادحة، والجهالة لأي شيء قادحة، لأن لا يعرف حاله، سواء جهالة الحال أو جهالة العين. أيضا أن يكون مبتدعا أو كافرا، وهذه الشروط تشترط في حال الأداء، لأن الراوي له حالتان، حالة سماع وحالة أداء، حالة تحمل وحالة أداء. أما التحمل فلا يشترط فيه إلا شرطا واحدا، وهو من يعرف شرط واحد يشترط في التحمل؟ أن يكون مميزا عاقل، يشترط شرطان، التمييز والعقل. فإذا سمع حال الجنون فلا يقبل منه، وإن سمع قبل التمييز فلا يقبل منه. إذا تحمل الحديث قبل تمييزه أو قبل أن يكون عاقلا، إذا كان مجنون فتحمل يقول لا يصح هذا التحمل. أما أن يكون كافرا، تحمل وهو كافر، تحمل وهو مبتدع، تحمل وهو فاسق، تحمل وهو مجهول، تحمل أي حال تحملها، فإن نقبله منه عند الأداء بشروط الصحة. فإن كان وقت الأداء عدلا ضابطا فإن حديثه يقبل، واضح؟ فإن حديثه يقبل. أم إذا نقول في هناك حالة تحمل وحالة أداء، أما التحمل فيشترط لا يكون عاقلا مميزا، وأما في الأداء فيشترط أن يكون سالما، أن يكون عدلا ضابطا، عدلا ضابطا. والعدل يتعلق به هو كما ذكرت ملكة تحمل صاحبها على لزوم التقوى وترك ما حرم الله ورسوله مع ترك ما يخل بمرؤته، هذه العدالة. قال الشرط الثاني أن يكون ضابطا، والضبط عند أهل العلم ضبطان، ضبط صدر وضبط سطر، ضبط صدر وضبط سطر. فلا بد لمن حمل هذا العلم وأراد أن يؤدي أن يكون ضابطا عند تأديته، أن يكون ضابطا عند تأديته، إما أن يكون ضابطا له بحفظه فيكون محافظا له مستحضرا له متى ما أراد أن يؤديه أداه على ما هو عليه حال حفظه له، وإن كان ليس بحافظ وإنما هو صاحب كتاب فلا بد أن يكون كتابه أيضا قد حفظه من أن تناله العبث أو ينال التغيير والتبديل، فيكون حافظا له عارف بما فيه، فعندئذ يصح تصح الرواية من جهة ضبطه. فكان عدلا ضابطا فقد توفر أول شرط من شروط الحي الصحيح. الشرط الثاني الاتصال، ومعنى الاتصال أن يكون الحديث أخذ بطرق التحمل الصحيحة، وطرق التحمل التي يعدها العلم هي 8 طرق تسمى بطرق التحمل، أعلاها عند جمهور العلم السماع، وهو أن يسمع من شيخه مباشرة، فيكون سمع الحديث من شيخه، ودونها العرض على خلاف، لأن العرض من العلم من يرى أن العرض أعلى من السماع، ومعنى العرض أن يعرض الراوي والشيخ يسمع ثم يقر الشيخ بما حدثه تلميذه أو بما قرأه عليه تلميذه، فيسمى هذا عرضا وهو دونه. ومن أهل العلم من يقدم العرض على السماع. من ذلك أيضا الإجازة بشروطها المعتبرة، كذلك الوجادة، كذلك المكاتبة، كذلك الوصية، كذلك الإعلام، كذلك المناولة، هذه تسمى بشروط بطرق التحمل. فإذا قلنا بصحة فلا بد أن يكون هذا السماع متصل بأحد طرق التحمل المعتبرة الصحيحة عند أهل العلم، وعلى هذه نكون بالسماع، فيقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، أو أن يكون بالمعنعن أو بالمؤنأن، بشرط عندهم أن لا يعرف الراوي أنه دلس هذا الحديث الذي عنعنه أو أنأنه، فنقول هذا أن يكون الحديث متصل، ويقصد المتصل أن لا يكون بين الراوي والشيخ انقطاع. وطرق الانقطاع كثيرة، كأن يكون مدلسا ولم يسمع من شيخه، أو يكون مدلسا ولم يسمع الحديث هذا بعينه، أو يكون لم يدرك هذا الشيخ، أو لم يعاصره، أو عاصره ولم يسمع منه البتة، كل هذه طرق من طرق الانقطاع، أو تسمى كلها منقطع. فإذا سلم من هذا العلم وأصبح الحديث متصلا من في كل طبقة من طبقات السند، نقول توفر فيه الشرط الثامن من شروط الصحة. الشرط الثالث الاتصال. الشرط الرابع يعني الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني الضبط، الشرط الثالث الاتصال. الشرط الرابع السلامة من الشذوذ، وذلك أن لا يكون الحديث شاذا،
والشاذ عند الجمهور، عند الجمهور كما ذكر العراقي وغيره وذكر نسب للشافعي، وهو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر منه، هذا هو مشهور عند عامة المتأخرين. فهذا هو وهو أحد أنواع الشاذ، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو من هو أكثر مخالفا بذلك الملأ، أن يأتي الراوي بحديث مخالفا بذلك الملأ من جهة الكثرة ومن جهة الرواة، من جهة الكثرة ومن جهة الحفظ والإتقان. ومن أهل العلم من يرى الشاذ أيضا ما تفرد به الراوي سواء كان ثقة أو ضعيفة يسميه شاذ، فيرى الحديث الفرد أنه شاذ كما ذكر ذلك الخليلي ونقل أيضا عن أحمد بن حنبل أنه يقول بهذا القول. ومنهم من يرى الشاذ ما وقع فيه المخالفة والنكارة، أي ما خالف فيه الراوي فإنه يسمى شاذ ولو كان ثقة فإنه يسمى شاذ. إذن الشاذ هو ما يخالف فيه، هو ما يخطئ فيه الراوي، وما أخطأ الشاذ نقول الشاذ، وما أخطأ فيه الراوي أو خالف فيه الثقات أو تفرد بأصل لا يشارك فيه غيره يسمى شاذ. إذن يمكن أن نفسر الشاذ فنقول الشاذ ما أخطأ فيه الراوي يسمى شاذ، ما أخطأ فيه الراوي يسمى شاذ. من ذلك مثلا من الشواذ مثلا الألفاظ الشاذة التي تذكر في مثل هذا المقام، مثلا لفظة فليرق الحديث رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا ولغ الكلام يحلق فليرق سبع مرات أولاهن بالتراب، لفظة فليرق سبع مرات وليرق أي يرق الماء الذي ولغ فيه الكلب. هذه اللفظة فليرق تفرد بها علي بن مسهر، علي بن مسهر رحمه الله تعالى، وأكثر أصحاب الأعمش وأكثر من روى هذا الحديث لا يذكر هذه اللفظة، وعلي بن مسهر رحمه الله تعالى تفرد بها، هذا أولا. والأمر الثاني أنه أضر في آخر حياته، أي أصابه شيء من الضرة والعمى، وأي الأمر الثالث أنه سمع هذا الحديث في آخر حياته، فأصبح لك ثلاث قرائن تدل على أنه أخطأ في هذا الحديث. القرية الأولى أنه تفرد بهذا الحديث، مع أن أصحاب الأعمش كثر منهم شعبة، سفيان، أبو معاوية وغيرهم من الحفاظ، ووكيع وغيرهم، ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، ويذكرها علي بن مسلم، مع أن الأعمش مكثر. وإذا قال الترمذي قال الإمام مسلم في مقدمته في علامة المنكر هو أن يأتي الراوي إلى شيخ مكثر فيتفرد عنه بشيء لم يشاركه غيره فيه، فيسمى هذه لفظة منكرة، إلا ما استثني كان يكون مكثرا حافظا إماما كمالك مثلا فإن مفرداته فإنه تقبل، مثل الزهري أيضا فقد تفرد بخمسين لفظة ومع ذلك قبل العلم واحتجوا بها. القرينة الثانية أنه سمعها بعدما أضر، أي أصابه الضر العمى، والضر سبب من أسباب وهم الراوي. الأمر الثالث أنه لم يحدث بها إلا بعدما أضر، فأين هي عنه قبل أن يصيب هذا الضر وهذا البلاء، فأفاد هذا أن هذه اللفظة نقول شاذ، ولا يمكن نقول أنها صحيحة لأن راويها ثقة وتسمى عندهم زياد ثقة، نقول بمجرد تفرده وعدم ذكر غيره له وعدم ذكر غيره لها يدل على شذوذها وعلى ضعفها، لذلك نحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة وضعيفة، إذن يكون سالم من الشذوذ. الشرط الخامس أن يكون سالما من العلة. إذا عرفنا الشذوذ، التفرد المطلق يسمى بعضهم شاذ، الخطأ والنكار يسمى أيضا شاذ، مخالفة الثقة من هو أوثق منه وأكثر يسمى شاذ. هذه ثلاث عبارات. المشروع عند المتأخرين وعند أكثر الفقهاء المحدثين أن المراد بالشاذ وما خالف فيه الثقة الملأ أو خالف فيه الأحفظ والأكثر، فيشترطون المخالفة، ليس فقط ما الفرق عندهم بين زاد الثقة والمخالفة، المخالف أن يروي شيء فيأتي الثقة فيروي شيئا خلافه حتى يكون مخالفا له، وقد قال بعضهم أن المخالفة أوسع من ذلك، فإذا تفرد بشيء لم يشارك غيره فيه فإنه يسمى مخالفة، وهذا هو الصحيح. لا نشترط المخالفة أن يقول شيئا يخالف غيره، مثلا يقول هذا دخل مع الباب ويقول هو لا ما لم يدخل، هذا يسمى إيش؟ مخالف، لأن هذا يثبت وهذا يخالف، يقول ليس هذا بشرط، بل المخالف الصحيح هو أن يذكر شيئا مخالفا غيره فلم يذكرها، نسمي هذه مخالفة. قوله ولم يعل، العلة علتان، علة خفية وعلة ظاهرة، وعلة قادحة وعلة غير قادحة. العلة علتان، علة خفية وعلة ظاهرة، تقسيمها من نقسم الجهة باعتبار ظهورها وخفائها، فنقسمها قسمين، وباعتبار قدحها وعدم قدحها أيضا إلى قسمين. من جهة الظهور والخفاء هي علتان، علة ظاهرة
ولا تعنينا هنا. لماذا لا تعنينا؟ لأننا ذكرنا بأن من أول شروط الحي الصحيح أن يكون راويه عدل، فلو لم يكن عدل أصبحت علة، لكن خفيلة ظاهرة ظاهرة، فلا تدخل مسمى السلام العلة التي يقصدها في الشرط الخامس، لأنه لو قلنا أنها هي نفسها أصبح تداخل في الشروط. وإذا قال بعضهم نستطيع أن نقول الحي الصحيح هو حديث السلام العلة، الحي السلام العلة حتى يكون بمعنى هذا الصحيح. نقول لا بد يكون راوي عدلا ضابطا متصلا، وأن يكون سامي الشذوذ والعلة. فالعلة التي يريدها هنا هي العلة القادحة الخفية. إذا يشترط في العلة التي هي الشرط الخامس شرطان: أن تكون قادحة وأن تكون خفية. وخفاؤها لا يمكن اطلاع عليه إلا بتتبع الطرق وسبر المرويات حتى يمكن أن نعرف أن هذه علة قادحة. وهناك علل ليست بقادحة، مثل على سبيل المثال ما رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. هذا الحديث الأعمش عن أبي صالح سلسلة يكثر وروده ويكثر ذكرها، وهي مما اعتمده البخاري ومسلم رحمه الله تعالى في صحيحهما. ومع ذلك يقول ظاهر حديث الآن هذا أنه حديث صحيح وأنه لا علة فيه. والحديث جاء مثلا حديث الأعمش عن أبي صالح هريرة في الإمام الضوء المؤذن مؤتمن. جاء في رواية محمد بن أسباط عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح. شفاد هنا أفاد أن الأعمش لم يسمع من أبي صالح هذا الحديث. وجاء أنه مرة يقول عن أبي صالح عن عائشة، ومرة يقول عن أبي صالح عن أبي سعيد، واختلف الحفاظ. فمنهم من قال عن أبي مثل المدين والبخاري وغير واحد اختلف، منهم من قال كلاهما ثابت ومحفوظ عن عائشة وعن أبي هريرة، ومن يقول ليس بثابت لا عن عائشة وعن أبي هريرة، ومنهم من يصحح رواية عائشة ومن يصحح رواية أبي هريرة. معناته نقول هذه علة خفية ينبني عليها أن الأعمش لم يسمع من أبي صالح هذا الحديث، فيكون علة قادحة، خاصة إذا علمنا أن الأعمش مدلس. من العلة التي لا تقدح مثلا ما رواه البخاري في صحيحه عن مجاهد عن طاوس بن عباس في قصة القبرين اللذين يعذبان. فهذا الحين رواه البخاري عن مجاهد عن طاوس بن عباس، وجاء أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس وأسقط طاوس، فلنقول هذه الآن علة انقطاع، لكن هل العلة قادحة؟ نقول ليست بقادحة. لماذا؟ لأن مجاهد لا يعرف بالتدليس، ولأن مجاهد أيضا سمع بابن عباس، فسقوط طاووس وعدم سقوطه لا يقدح في صحة الحديث. فالحديث صحيح سواء علمنا أنه من رواه عن مجاهد عن طاووس بن عباس، أو علمنا أنه رواه عن مجاهد عن ابن عباس مباشرة. إذن لابد أن يكون الحديث سالما من العلة القادحة، والعلة المراد بها هي العلة الخفية والقادحة. فلا بد أن يكون في هذان الشرطان أن تكون قادحة وأن تكون خفية. إذا توفرت شروط الخمسة إنه يسمى صحيح. من أهل العلم من يشترط السماع في كل طبقات السند، وهذا من يضعف الحديث المعنعن والمؤنن. من أهل العلم من يشترط شرطا سابعا ويقول لا بد أن يكون كل شيخ فقيه من الرواة، وهذا الشرط فيه شدة. والصحيح أن الشروط المعتبرة عند جمهور المحدثين هي الخمسة شروط. أما الفقهاء فيشترطون في صحيح الحديث ثلاث شروط: الاتصال والعدالة والضبط. هذا هو عندما يكون أن يكون راويه عدلا ضابطا والإسناد متصل. فإذا توفرت هذه فإنه يسمى صحيح عندهم. أما الجمهور المحدثين فيرون أن الحديث الصحيح ما توفرت فيه هذه الشروط الخمسة. أما ما زاد على ذلك من اشتراط السماع في كل طبق من طبقات السلف فهذا ليس بصحيح. ومن اشترط أيضا أن يكون الرواة فقهاء أو أن يكونوا علماء بما يروون، ومنهم من اشترط في الحديث الذي يرمى المعنى أن يكون الراوي عالم المعنى الصحيح الذي يعني هنا، أن الشروط الذي عليها جمهور المحدثين هي هذه الخمسة الشروط. هذا ما يتعلق بالحي الصحيح. ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالحديث الحسن. ومباحث الحي الصحيح كثيرة في من أول من صنف فيه، وأصح الصحيح وسلاسل الصحيح، هذه مباحث كثيرة تجدها في الكتب المطولة، والله أعلم.